شحال كاين في الشرجم؟ الله اعلم. واش كتراسي؟ انا شكيت على هادشي اللي حسبتي المواس؟ لا. علاش شري جيب واخا صغير موصلش قد هكا دز دز من هاد الجيب. عبر عبر انت. الكادر د الحديد راه داخل. صبر صبر راني جايه. ريم ما جيش معايا هاد الفرشي دابا هنا هنا من الفوق لهنا 10 ياك تما شحال قلت لك 36 فوالا 36 دابا عبر كاع من القنت لهنا شحال لا معليش سير عندنا 97 لا 97 هيا غادي تخلي تخلي من لهي حتى لهنا شحال غادي تخلي ندير هنا تخاليسيونس احسب كاع من السقف من السقف فوالا هاديك راه باينه 10 سنتيم هنا 71 71 دابا تقطع 71 ولهي راه خلينا كدا 60 صافي سير غنطراسيو 10 طراسين ها هي طراسين 10 صافي غنطراسيو عليها 61 ها هي اها 61 راه بغيتها تجي الكادر ما يجيش على الحافه ما يجيش على ما يجيش الشيط جي داخل شويه باش باش نديرو الكادراج بحال كي بحال كي درناه في البيوت ضرب حسابها معليش سينوس لهنا كانت عندنا خلاتني نقطعها 36 درتيها هي الداخل سينوس يلا سير لي سينوس كاريه على بركة الله قلتي انا والله ما عقلت كلشي مفيلمي عندي هنا دور 10 هنا 36 زيد 36 60 ونص 60 ونص متهرسوش سليمة يضيع قلب قلب المترو سير من ديك الجهة لهاد الجهة يلا واش شدو في يدك وعبر هاكو شدلك صافي صبر صبر نشد لك مزيان والله الا هاد الكلب كيجيني انا بحال شي هادوك اللعاب اللي كيتقاضاو لهم الحجر عاد 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 سمعتي واش شارف ولا مريض كادي دير له باش نقطع الوسط بالديسك ماشي بالديسك لا لا ها السوتوز السوتوز نديرو المسطرة غادي تقطع لنا مزيان نجيب الفيسوز ولا البيرسوز هي باش نتقبو القناة هنا وهنا مزيان اللي جات التقبة هادي هنايا بعدا تمشي مع الشرج صافي مزيان ها نيشان يعني هاد شويه اللي غادي يبقى هذا يلا سير سيبي نجيب البيرسوز هاك مشات 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 شنو هو علاه غادي نحيدو الوسط علاه على برا راه غيدخل داخل ولكن خصنا نتقبو بعدا هنا
سي سي ما غاديش تعرفي النهايه ديال الديسك فين غتجي هنا. غتحطي من هنا من الوسط. من الوسط غنشوف لك الساعه في الاخر. غادي نرجعو للاخر. يلا سير سير. قلبتيها خلعتيني والله الا خلعتيها صحابني قطعناها عوجه يسقط لي القلب. خشب اصلا كاع ما عندنا ونكسو عاد نبداو نضيعو. سي بيان نيشان ياك مزيان الحمد لله. واحد البليصه هنا خصنا خصنا نقادها ياك. سي بيان دابا غنديرو فوق منو الخشب صافي ياك. شي العبارات ديالك ماشي تعبر على هنا تعبر على هنا. انا اللي عبرت الله الله يلا زعامني انت اللي عبرتي. ايه راه قلت لك راه صافي تكي عيا بنادم ما بقاش مركز شنو عمر صافي نفيكسيو. الحمد لله باقي غادي نزيدو شي حاجه فوق منه. شنو غتزيدي فوق منه؟ رقاب طريف سليمان صافي متعيقش متشداش عليا. هنا نمشي نقطع لك الطريف. اه ولكن هذا ما عادش غادي يشد لي الله فضيحات. شو ها واش قلت مز... باش كنقول لك انا ما تديش عليا. هوب تشد بعد هذيك الاولانيه داخلي مزيرين ياك. صافي خاصها نفيكسيوهم. سي بيان الحمد لله اليوم غادي نتهناو منها جوج حيوط بعدا. صافي نجيب نفيكسيوهم صافي. كما تابعتوا معنا اليوم كملنا الحيط الاولاني وزدنا للثاني. وطبعا كيكون واحد الضغط ديال الخدمه كنزقلو لا بد غادي نزقلو خصوصا انا لان كيخصني نركز في الخدمه وفي العبارات وخصني نفيلمي. هادشي شويه كيربكني كما كتشوفوا درنا هذا الخطا. هذا الشرجم الاولاني راه تداركنا هذاك الخطا ولكن في الاول درنا خطا ولكن راه ساهل باش يتصلح ان شاء الله لاننا غادي نحاولوا ما امكن نحيدوا عاود ديك الخشبه وغادي نحيدوا الفرشي اللي كاين تما في ديك الباندا وغادي نديرو واحد الخشب يعني الطرف ديال الخشب طويل باش غادي نفيسيو فيه هذاك الجنب ديال الشرجم اللي موصلش لجهة الحديد. وبالنسبه لذاك الطريف راه غادي نقطعو على قدو وغادي نلصقوه ان شاء الله ما غاديش نبقاو واحلين. غير هو بغيت نقول لكم بالنسبه للتعليقات اللي جاوني ديال بعض الاخوات او الاخوان اللي قالوا ان الخشب غادي يذاب بالماء. طبعا الا ما كانش محمي راه كناكد لكم مره اخرى الا ما كانش محمي بالفيرني مزيان راه كتكون غير واحد البليصه موصلتولهاش الفيرني كونوا اكيدين ان هذاك هو السبب اللي كيخلي الخشب يسوس. اما الا درتو له الفيرني مزيان وشرب الفيرني مزيان فكيبقى محمي راه ما كيوقع له والو. بالنسبه للزليج راه غيكون في الحمام يعني الجهه كاع اللي كيكون فيها الماء بزاف غادي يكون فيها الزليج ما عدا كنظن هاد الجهه اللي باقي فيها الفرشي هي اللي ما كنضش واش غادي يكفينا ليها الزليج لان دومونديناه وشحال هادي يعني كنظن ما غاديش نعاودو نلقاوه. هذاك الشيء علاش ما غاديش نزيدوه غادي نديرو الخشب كذلك ما بغيتش يجي كلشي مطلص يعني بالزليج غادي نحاولوا ندخلوا الخشب ولكن كما قلت لكم غادي نحميوه بفيرني مزيان كاليتي مزيانه اللي كتدوم لان بحال هذاك اللي درت في الكوزينه ديالي راه باقا كما هي
عامين هادي وحنا كنخدموا عليها عادي وكيبقى عليها الماء ما كيوقع لها والو. انا كنتكلم لكم عن تجربه، لان الحاجه اللي ما جرباش الواحد كيكون خايف منها. حتى انا في الاول فاش درت الخشب كنت خايفه منه بزاف، كنت كنقول خصني نبقى نحاول عليه ما يقيسوش الماء نهائيا، زعما كنت خايفه بزاف. لكن اش غنقول لكم، داك البوطاجير كيبقى عامر بالماء، لان كما كتعرفوا الدري الصغار راه كيزلعوا الماء وكيبقى داك الشيء. انا ما كنكونش مساليه باش نبقى كنتبع ونمسح، والله ما وقع له والو، ما كيوصلش الماء نهائيا للخشب، لانه محمي بالفيرني، خصوصا الا درتو فيرني كاليتي مزيانه. البواطه اللي شريت انا ديال الكيلو ديال الفيرني راه شريتها ب 200 درهم. ما تشريوش ديال الدروكري العاديه، راه ما تتكونش كاليتي مزيانه. هذاك شريته من سي بريكولاج، حتى دابا ان شاء الله غادي نمشي من سي بريكولاج باش ناخذ الفيرني اللي غادي يحمي ليا مزيان، اولا ندير داك لو فيرني مارين، يعني اللي كيكون كيديروه الناس للشراجم في الجهات اللي فيهم ليميديتي، يعني جهه البحر اولا. فهذاك الفيرني راه اكيد اكيد انه مزيان، ويعني كيحميو. طبعا ما غاديش ديروا طبقه ولا جوج، بحال الكوزينه رانا درت ثلاثة طبقات والحمد لله بقى كما هي، ما وقع له والو البوطاجي، لان البلون دو طرافاي الناس راه كانوا سولوني وباقي كيسولوني في انستغرام واش ضاع لك داك الخشب ولا باقي مزيان بغينا نديروه. انا كنأكد لكم انه مزيان وراه ما كيوقع له حتى شي حاجه، غير هو ديروا الفيرني مزيان. المهم كما كتشوفوا راه حنا غاديين في العمل. بالنسبه للفيديوهات راه اللي خدمناها غادي نحطها لكم تشوفوها، الناس اللي متبعيني، وبالنسبه للناس اللي ما متبعينيش ويلا اكتشفوا القناه، غادي تلقاو التفاصيل في واحد البلاي ليست، يعني واحد المجموعه ديال الفيديوهات مجموعين فيهم الاعمال اليدويه كاملين. ضغطوا عليهم وتبعوا المراحل من الاول الا كنتم مهتمين بهذا البناء هذا بالخشب. هذا هو اللي كاين، نتمنى نكونوا كنفيدوكم. احنا كنتصرفوا على طبيعتنا، ما كنحاولوش نمثلوا عليكم، اولا كتشوفونا كنتناقروا، كتشوفونا كنضحكوا، كتشوفونا يعني كيما احنا. نتمنى ما تزعجكمش هذه القضيه هذه، ونخليكم ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو المقبل والتكمله ديال اصلاحات الحمام. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.